مهيبه مساء الخير. هالفتره اجواء ميلاد، اجواء عيد، اجواء فرح، اجواء عائله. نعم. كيف بتقضي العيد ست مهيبه؟ بالبيت بسهر شوي على التلفزيون، بحط راسي وابني، ما بشوف حدا ابدا، ما حدا بيجي لعندي. تنطري هالنهار ست مهيبه او ما بقى مالك انطر لا هالنهار ولا غير النهار، لانه تعودت اعيش لحالي واولادي، ما في حدا حدي، ما عم بهتم لشيء ابدا. كيف بتعيشي؟ الله بيرزقني من هون شوي من هون شوي وهيك. كيف؟ عم بشتغل على مرة اختياره، بدفع اجار بيتي بس بكفي. مرة بالستينات شو منتظر منها؟ اولادها بعد عنها. شو أصعب لحظات تمرق فيهم بليلة الميلاد بليلة؟ بفقد كل شيء بعيد عني، من أولادي، من قرايبيني، من أهلي، ما في حدا حد. بستحلي الباب يدق يجي حدا يسأل عني. ما بدق الباب؟ لا. مرات ما بيجي على البيت، ضل بشتغل. بتخافي ترجع على البيت؟ نعم. بحس بالوحدة بس فوت على البيت، ما في حدا. ما عندي حدا. كل شيء عندي ولادي برا بس ما بسمع عنهم شيء. عايشة لحالي. ولادك وين؟ قلتي في قلتي ولادي مش هون. بسويسرا مش هون. ما بعرف شيء عنهم. ما بتعرفي شيء عنهم؟ لا. كم ولد عندك؟ بنت وصبي. لا الله. راحوا على سويسرا يعني عم بيدرسوا؟ كانوا بمدرسة صغار، بعتهم يتعلموا برا بالحرب. راحوا صغار، دارت أخديهم لبرا. فتحوا فرع هونيك، قال بروحوا بيتعلموا وبيجوا. بأي عمر أولادك راحوا على سويسرا؟ 9 سنين و7 سنين. ليه بعتيهم على سويسرا بهالعمر؟ ليتعلموا برا وياخذوا جنسيات. لأنه هون ما قدرت عملت لهم جنسيات. خلقوا بالحرب وما عملت لهم جنسيه لبنانيه. ما عندهم اوراق؟ ما عندهم اوراق ثبوتيه هون؟ ما عندهم هويات. ليه ما في هويات؟ ما قدرت عملت لهم، ما في حدا ساعدني وما عملت لهم هويات. سفرناهم لبرا ليأخذوا هويه من برا. سفرتيهم بقرار احادي منك او قرار مشترك مع الاب يعني انت وبيهم؟ لا 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 لا، انا بالمدرسه ربيتهم وعلمتهم وقبلت سفرهم ليأخذوا بس جنسيه، وانا هون ضميت لحالي. بين وين؟ ما بعرف وينه. لو ميت لو طيب ما بعرف شيء عنه. الاولاد ايام الحرب كانوا يبعثون الى الغرب يعني لما يكونوا اطفال يتامى، اطفال من دون اب، اطفال من دون ام، يبعثون. ما هن اخذونا على اساس هيك، بين مش موجود، ايتام اب. جمعيات متخصصه يعني اخذت الاولاد. نعم. ويعيشوا. نعم. بعمر قلتي لي 9 سنين و7 سنين. راحوا على اساس شو؟ على اساس يرجعوا؟ على اساس يرجعوا، كانوا يجيبوهم بالاول هن صغار، لما يكبروا هيدا ما عادش يجيبوا لي اياهم ابدا. هيدي قمة التضحية، أم تضحي إنه يروح أولادها يشوفوا مستقبل حياتي أحلى برا، أو أنانية وقلة مسؤولية؟ لا. الأم ما قادرة تحمل مسؤولياتها. لا بالعكس، أنا حبيتهم يروحوا أمنوا مستقبلهم، لأن أنا هون لحالي وحارب وضرب، ما بقدر يعني ما قدرت فيهم لوحدي. لحد هلا كانوا بس يحكوني بقول لهم ماما مبسوطين، ما تزعلوا مني، وديتكم هونيك. قال لا نحن كثير مبسوطين. رجعت شفتيهم وقت تبعتيهم عمر 7 سنوات 9 سنوات؟ ايه كانوا كل سنه يجيبوه. لاي عمر ضلوا عم بجيبوهم على لبنان؟ لعمر 14 سنه. من بعد ال 14 سنه ما عاد شفتهم. ما عاد شفتيهم. صار عمره 38 سنه. يعني 14 38 يعني عم نحكي 24 سنه. مضبوط. ضلوا يتواصلوا معك؟ كان يحكيني على التليفون، احكيهم ويحكوني. شو يخبروك عن وضعهم؟ شو تخبرين عن وضعك؟ نحكي مع بعضنا على طول، ماما نحن بنحبك وما بنتركك ما بننساك، ما تفكري بشيء، هذا حكي نكه. ليه هن ما كانوا يجوا؟ ما بدهم. قلت لهم تعال. ليه قولك ما بيجوا؟ يمكن لأنه كبروا، تعودوا يكونوا لحالهم. صح. ربيوا لوحدهم، عاشوا لوحدهم. مرضوا لحالهم، كبروا لحالهم، تعبوا لحالهم. كل شيء. مع الوقت اللهفة تجاه الأم اللي ما بيعرفوها مزبوط كانت عم بتزيد او اللهفه عم بتخف شوي شوي؟ هو بالتليفون كانوا يحبوني، بدهم ياني من الله. انا دائما بحكي لهم، لان بقول لهم ماما انتبهوا على حالكم، ماما ما تنسوني، ماما هيك، انا ما
ما تفكروا ليش بعدكم، ما تزعلوا، أنا بعدني بحبكم، بعدكم مشان مصلحتكم مش مشان أنا يعني، عشان تتعلموا وتكونوا. كم عيد مرق أو أنت ناطرتيهم؟ كتير. هالسنة أكتر شيء تأثرت لأنه ما في شيء. شو يعني ما في شيء؟ لأنه ما شان بيحكوني، ما بعرف شو يعني. يعني كسين يحكوني، على عيد يحكوني، الأم يحكوني، ماشي. اليوم جيتي على الحلقة ست مهيبة كرمال شو؟ بركي بيشوفوا صورهم على الإذاعة التلفزيونات يعرفوا يفكروا يتلفنوا أو شيء يحكوا. وين الصور اللي عندك؟ إذا شافوهم. هيدول الصور اللي عندك إياهم؟ هيدا أول ما راحوا. هيدا أول ما راح؟ هان أول ما راحوا، هيدا البيت اللي عاشوا فيه، هني كانوا صغار، هدي من بعده كان بعدهم. هالعمر راح؟ نعم. أول ما وصلوا بعثوا لي هالصورة، وهذا البيت اللي ماما نحن عايشين فيه هونيك، وهيدي جنينة حد البيت، هيك راحوا بهالعمر هيدا مع بعض. صورة بذهنك اليوم بعدهم هالصغار أو كبرت الصورة صاروا شباب؟ كبروا. شو بتقولي له؟ إذا عم بتشوفوا الصور يا أمي ما تنسوني، تلفنولي بشي هالعيد. كرمال هالعيد اسمع صوتكم بس، اوعى تفكروا ان انا نسيتكم او شي، انتو دايما ببالي، مالي غيركم. انت يا فادي اوعى تنسي امك، انت وعدتني قلت لي ما بنساك ابدا يا امي، الا لاختك لا تحكيني، احكوني انا نطردكم. كيفك؟